ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الأولى إعدادي، مسار دولي أو مسار عادي، مرحبا بكم في قناة إديكاسيون بلس. نقدم لكم سلسلة من الشروحات لمادة اللغة الفرنسية. تلقوا في هذا الفيديو إن شاء الله السيكونس نيميرو 4. السيكونس نيميرو 4، ديكخير لي بيرسوناج دان كونت. ديكخير لي بيرسوناج دان كونت، كيفاش نكتبوا ولا كيفاش نوصفوا ولا نتكلموا على بيرسوناج دان كونت، كيفاش كنتكلموا على بيرسوناج وسط واحد القصه. بور ديكريير لي بيرسوناج دان كونت اون اوتيليز، باش نوصفوا ولا نتكلموا ولا نتحدثوا على شي شخصيات في واحد القصه، كنستعملوا دي زادجيكتيف. كنستعملوا دي زادجيكتيف. ادجيكتيف هو النعت ولا وصف كنوصفوا هاد الشخصيات، يا اما فالوريزون. فالوريزون هو واحد الوصف مزيان، كنوصفوهم فالوريزون مزيان، ولا دي فالوريزون. دي فالوريزون هو سيء ولا قبيح، وصف قبيح. قبل ما نشوفو لي زادجيكتيف فالوريزون ولي زادجيكتيف دي فالوريزون، غنشوفو اولا كيف لادجيكتيف، شنو هما الكتابات اللي كيشد وشنو هما التغيرات اللي كيطراو عليه، لي شونجمون اللي كيطقعو لي زادجيكتيف. عندنا اولا لو نو ماسكولان سانغولي، الا كان عندي واحد الاسم مذكر فرد، اسم مذكر فرد كيتبعو ادجيكتيف مثلا سون او سون اس. الا كان عندي اسم مذكر فرد كندير لادجيكتيف ما فيه لا او لا اس، كندير لادجيكتيف في الاخير ديالو في لافان ديالو ما فيه لا او لا اس. الا كان عندي اسم مذكر فرد، نشوفو الا كان عندنا اسم مذكر جمع. اسم مذكر جمع كندير لادجيكتيف سون او، ما فيهش او، افيك اس، افيك اس وفيه اس. دائما الا كان عندي نون ماسكولا او ما كتكونش، سواء في الفرد ولا في الجمع. إذا كان عندي نوم ماسكولين او ما كتكونش، إذا كان عندي هاد نوم ماسكولين فرد اس تي هي ما كتكونش، إذا كان بلوريال جمع اس كتكون. دابا نشوفو إذا كان عندنا نوم فيمينا سانغولي، اسم مؤنث مفرد كندير لادجيكتيف افيك او وما فيش اس، افيك او اي سون اس. إذا كان عندي نوم فيمينا بلوريال، اسم مؤنث جمع كندير لادجيكتيف avec e et avec s، مع في او في اس. دائما اذا كان عندي اسم مؤنث او دائما عندي، او دائما عندي. هل لو اذا كان عندي سانغولي فرد اس ما كنديرهاش، ولكن عندي جمع كندير اس. نشوفو دابا لي دونتيفي لي بورتري فالوريزو دي بيرسوناج. بورتري فالوريزو دي ميل نوصفو شي شخص ولا نتحدثو على النعت ديالو، كنديرو لاسبيكت فيزيك. اسبيكت فيزيك متعلق بالشخص، متعلق بالجسم ديالو. اسبيكت فيزيك هو الجسم ديالو. لاسبيكت مورال الشخصيه، كنهضروا على الشخصيه والداخل ديال الانسان كيفاش داير. لاسبيكت فيستيمونتي هو اللباس ديالو، فيستيمونتي كنشوفوا الهيئه ديال اللباس ديالو. لاسبيكت فيزيك قلنا هو الجسم ديالو، مثلا عندنا ب جميل، بيل جميله، فوق قوي، فورت قويه. عندنا فيزاج سوريون، وجه مبتسم ولا وجه مبتسم. regard هي نظرة حلوة، نظرة حلوة ولا نظرة جميلة عنده. دابا هذا ملي كنوصف الانسان وصف مزيان، كنوصفو مثلا الجسم ديالو مثلا. هادو هادو غير امثلة، عندي بزاف ديال الادجكتيف، هادو غير امثلة. نشوفو دابا سبيكت مورال، الا ما نوصفو الشخصية ديالو من الداخل، مثلا كنقول بون بون، هذه بالنسبه للذكر، هذه بالنسبه للانثى، زعما مزيان ولا بون زعما جيد. كون انتيليجون ولا انتيليجونت، انتيليجون ذكي، انتيليجونت ذكيه، ولا اونيت، اونيت شريف، سوسيابل هي اجتماعي، ولا كوراجو. عندي بزاف ديال لي زادجيكتيف، هذا غير الاسبيكت مورال الشخصي ديالك كيفاش دايره. ان اسبيكت فيستيمونتير هيئه ديال اللباس ديالو، كنقول فيتمون نوف، عندو مثلا لباس جديدة. انصوبل اسورتي هيئة متجانسة، هيئة ديال اللباس مثلا متجانسة. شوا دي كولور يوسي، اختيار ديال الالوان ناجحة. دابا كيما كتشوفو هنا، هادو كاملهم اوصاف ولا نعات اللي هما مزيانين. هنا عندنا الجسم، هادو ديال الشخصية ديالو، هادو ديال اللباس ديالو. نشوفو دابا الا كان عندنا يدونتيفي لي بورتري دي فالوريزون دان بيرسوناج. دابا دي فالوريزونت، دي فالوريزون زعما سيء، وصف سيء. غنشوفو اسبيكت فيزيك،
ان اسبيكت مورال اسبيكت فيستيمونتير. بحال في الاول انا دابا نشوفوا لي زادجكتيف فاش عندنا. انا عندنا ليد، ليد هي بشع، شي واحد عنده وجه بشع. غيدي، غيدي وجهه متجاعد، فيه تجاعيد. روغارد ابسون، فيه واحد عنده واحد النظره خايبه. روغارد ابسون وهذا فيهم بزاف، حنا كنشوفو غير دي زيزومبل. ان اسبيكت مورال مثلا دور، شي واحد مزعج دور، فيه صداع. انيرفي، انيرفي عصبي. جالو، جالو فيه الحسد، جالو فيه الحسد. اوستيل، اوستيل شي واحد عدائي، شي واحد عدائي. فخوا، فخوا هو شي واحد بارد، الحاسيس ديالو ما عندوش، عنده حاسيس باردة فخوا. و لاسبيكت فيستيمونتير فيتمون ايزي، لباس مستعمل ولا قديم، ولا لباس بالي زعما لباس قديم. اونسومبل مال اسورتي، عنده هاد الانسومبل هادي اللباس ديالو فيه ماشي مزيان، غير متجانس. مثلا اللباس ديالو مثلا غير متجانس. هادو بالنسبة لدي فالوريزون، هادو فيهم بزاف، بحال بحال فالوريزون، فالوريزون تاعهم بزاف، و دي فالوريزون فيهم بزاف. نشوفو دابا ليتيليزي لي فيرب افوار اي ايتر ان امبارفي. دابا حنا هذا افوار و ايتر، بطبيعة الحال هاديك لي زادجيكتيف، كاين ادجيكتيف ايبيتيت و ادجيكتيف اتخيبي. هادشي نتوما صحاب الاولى اعدادي اللي ما عندكمش، كنظن بان عند صحاب تاني عام، تاني اعدادي نتوما ما عندكمش. مهم هادوك لي زادجيكتيف ما يمكنش نديرهم، خصوصا اتخيبي ما يمكنش يتخلي، ما يمكنش ندير شي جمله بلا ما نستعمل فيها فيرب ديتا بحال اتر. فيرب ديتا كيتسمى فيرب ديتا. ولكن دابا اللي خصكم تعرفوا دابا نتوما بان لي تيليزي لي فيرب افوار اتر على امبارفي. دابا افوار شنو كنقصدوا به؟ افوار قلنا هو الملك، قلنا في الفيديو السابق هو الملك، شي حاجه ملكي. كنقول جي اون فواتور، جي اون فواتور، مثلا عندي سياره، كنقول عندي سياره. و اتر، اتر الحاله ديالي. افوار قلنا شي حاجه ملكي كنبغي نسيبها ليا، و اتر هو الحاله ديالي. مثلا جو سوي مالاد، انا مريض، جو سوي مالاد. دابا هاد افوار و اتر كنستعملوهم على حسب لي زادجيكتيف. مثلا كنبغي نقول شي واحد بانه مثلا، مثلا كغون، الى حتى كغون ادجيكتيف. شي واحد ضخم مثلا كنقول ان اوم. مثلا بغيت ندير فلان بارفي كنقول ايل، مثلا شي شخص ايل اتي كغو، ايل اتي كغو، هو ضخم. دابا هاد اي تخوا افواغ كنديروهم فلان، كنديروهم في لا ديسكريبسيون في الوصف. هاد افواغ يبين شي حاجة ملكة. مثلا بغيت نقول شي واحد عنده مثلا شي شعر اسود، كنقول ايل افي ان شوفو نوار، ايل افي ان شوفو نوار. افواغ قلنا شي حاجة ملكي، و يدخل الحالة ديالي. غنشوفو في لامبارفي، راه قلنا في لو طون دو روسي، الزمينة ديال القصة ولا ديال لو كونت، راه هما لامبارفي باسي سامبل. لامبارفي كنستعملو قلنا في لا فورميل دو ديبي، في لا فورميل دو ديبي ابخي إلي تي اون فوا. دونك افواغ او اتر في لا ديسكريبسيون دون بيرسوناج، ديسكريبسيون دان بيرسوناج. اون اتيليز افواغ اتر في لا ديسكريبسيون دان بيرسوناج ابخي إلي تي اون فوا في لا سيتياسيون ستابل. شي كنا شفنا في الفيديوهات السابقه. مثلا عندي جو، جو كنقول جافي دو فواي، كندير لابوستروف جافي جي تي تي افي تي اي تي ال افي ال اي تي نو زافيون نو زيتيون فو زافي فو زيتي ال افي ال زافيون ال اي تيون. كما كتلاحظوا الحاجه اللي كتميز لامبارفي على الازمنه الاخرى بان عنده لا ميم تيرمينيزو، لا ميم تيرمينيزو كتبقى نفسها مع جميع الفيربات. مثلا اي اس، ها هي كتشوفها في اتر فافوار اوف اتر. اي اس ايضا اي تي اي او ان اس اي او زد اي او ان تي. كما كتشوفوا عنده لا ميم تيرمينيزو. لامبارفي هو لي طون لي ساهل تحفظهم، خاصك غير تعرف البارتيسيباسيون ديال لو فيرب، وكتبقى تزيد ليه لا تيرمينيزون، لا تيرمينيزون. وهادي تخوا فار هنا كنستعملوهم في لا ديسكريبسيون، وفي لا ديسكريبسيون اذا كنستعملو لي زادجيكتيف. لا ديسكريبسيون اذا لي زادجيكتيف سوا فالوريزون سوا دي فالوريزون. اتر قلنا الحالة ديال الشخص،
وافوار شي حاجه ملكه، مثلا عنده خنافر اللي ني كنقول كيفاش شكل المنخار ديالو داير، عنده الشعر، عنده العينين، ونسيت سويت. الى هنا نكون قد انهينا عفوا الشرح ديال هذا الفيديو ديال التاس هذا، السيكونس الرابعه اللي كتكون اللي هي ديكريغ لي بيرسوناج دان كونت. كنتمنى ينال اعجابكم هذا الفيديو وتكونوا استفدتوا مزيان، لان الاستفاده هي اهم حاجه. ما تنساوش المشاركه ديال الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم المزيد من الدروس باذن الله.